السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم غزلان، قناتي المتواضعه مع غزلان. كنرحب بكم وكنتمنى نكون خفيفه على قلبكم. اليوم انا كنتواجد في محل جد رائع متخصص في زراعه النباتات والاشجار وبيعها بثمن جد مناسب، وكنتواجد ايضا اواني مصنوعه من الفخار البلدي التقليدي باشكال جميله وراقيه. واكثر حاجه كتجذبني في الفخار هو كاس الطين باش كنشربوا الماء، خصوصا ملي كيتدهن بالقطران كيعطي مذاق رائع للماء، وفي نفس الوقت كيصفيه من الشوائب. هذا المحل متواجد في بيران زاران بالقرب من الملابس الاوروبيه. كاين واحد السيد كيبيع الملابس الاوروبيه، المحل ديالو سميتو برشلونه، وغادي نخليكم تعرفوا على السيد ان شاء الله. غادي نخلي لكم العنوان في صندوق الوصف. ندوزو دابا نعرفكم صاحب المحل، السي مصطفى اليوسفي من مدينتي الجميله تنغير اللي كنفتخر بها وبناسها الطيبين المضيافين. السي مصطفى، ممكن تعطينا نبذه على بعض النباتات اللي كيكون اقبال كبير عليها وليش كتصلاح وكيفاش كتزرع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مرحبا بكم. انا مصطفى في الشارع ديال زران، عنده شويه الطبيعه وشويه الزهور وشويه الاشجار. مرحبا بكم، نعرفكم على شي حاجه هنايا. مرحبا بكم. دابا كان عندنا زوج ديال الاقامه ديال النعناع، كاين نعناع تيجا وكاين نعناع الحرش وكاين العبدي وكاين نعناع العبدي. فايت شربتو في اتاي خطير، شربتو نيت عند الوالده ديالك ما شاء الله. كاين ديال مانس، سميتو مانس المنس، المنسي ايه، المنسي النعناع المنسي هو ايه. وكاين ديال فليو، النعناع فليو وكاين فليو السي، فليو النس الطبيعي. كاين جوج الانواع، كاين فيه الملقم، النعناع الملقم اللي ملقم وهذا اللي طبيعي، هذا طبيعي فوالا. وكاينه عاوتاني في سميتو ديال الشتويه، كاينه الشبا اللي كتشرب في الشتاء كتسخن الدات، كتسخن. كاينه الشبا، كاين العطرشه، كاين السلميه. السلميه كتنظم الدوره الشهريه بالنسبه للبنات اللي ما منظماش عندهم الدوره، غزاله. وكاين لويزه، لويزه راه لويزه كتهدئ الاعصاب. كاينه كتشرب في الشتوي يابسه وفي الصيف خضراء فوالا. وكنرجعوا الثاني بالنسبه للزهور، الزهور وما ادراك ما الزهور، شو الجماليه ديالها تبارك الله ما شاء الله. كان هذا كيقولوا له الحدق، هذا الحدق كنظن طارد للحشرات، هي هذه الحشرات كيجرى الحشرات. وهذه الفلفله حلوه، هي النقله ديكور كتحط في الدار وتحط في اي بلاصه. الحلوه هذه ماشي الحاره، هو حلوه هذه، حلوه هي. ها هي ورينا الفلفله، ها هي الفلفله ديالها حلوه وفيها الحاره، الحاره وكاين الحاره فيها، ها هي باقي هي مرمات. وكاين فيه السودانيه، هذيك اللي كتكون حاره بزاف، كتكون حاره بزاف اللي كدار في خبز الشحمه في الكسكسو. انتوما كتمتازوا بخبز الشحمه ديال تينغير، هذاك راه بيتزا تينغير ما شاء الله، هذاك راه خطير، هذاك اللي ما ذاقهاش ما ذاق والو. وكاين عاوتاني هاد النورات كيحمقوا النورات، هاد الشكل هذا كيتسمى ديال الظل، كيكون كيعيش في الظل، كيعيش في الظل، كيعيش في الظل. هذا دابا لا تعرض لاشعه الشمس شنو يوقع له؟ كيتلوى. المهم الافضل عنده يبقى بزاف. وانت دابا ياهو انت حاطهم في الشمس، كيفاش كتحافظ عليهم؟ دابا مازال الجو مزيان، اذا كان هذيك سميتو حاره كتدخلهم لداخل، كتدخلهم اي حاجه ديال الظل. دابا مازال سميتو الجو مزيان. دابا بغيت نسولك شنو هما النباتات اللي كيكون اقبال عليها اللي كيجيو بزاف الناس كيتقداو؟ كيتقداو جميع الانواع، زعما كل واحد على ذوقه، كتذوق كل حسب الذوق ديالو. كتمشى عندنا بزاف هاد الجيرانيوم، لان هو دائما سنوي ماشي موسمي. كتمشى عند الغونباز، كتقولي الغونباز هذا بلدي وهذا رومي، الغونباز فيه جوج ماركات هكداك. ها الرومي، الرومي كيكون طويل، الرومي كيكون طويل والبلدي قصير، طبيعة الحال البلدي غيكون أحسن.
والرومي كتقهروا بزاف الصهد، كيقهروا الصهد كيقهروا الصهد عكس البلدي. ورينا ديك النبته راه هي اللي اللون ديالها موف، موف هذه الشكل ديالها مبرا مبرا مبرا، حتى هي ظل ظل كيقولوا لها مبرا، حيت دايره بحال مبرا سبحان الله العظيم. السيد ديال هذا سبحان الله، وهذا ديال القرنفل. القرنفل قرنفل شمي ريحه كتكون فيها الريحه ديال القرنفل. والله الا ريحه القرنفل تبارك الله. لا هو فاز كيتحط في الفاز تبارك الله. هذه عاوتاني تقول لها كتحطها هي زحافه كتمشي مع الارض، كتمشي مع الارض مع الارض ولا في الفاز كتحيه هي غاديه. كداك كاينه في هذه وفي هذا المقطع الثاني، وكل وقت يسحب ديال الفاز ولا شي باركو ديال في الباركو، شي بالكو مثلا كتزين به البالكو كيبقى حيت هي كتكحز على الارض كتبقى تغطي لك البالكو كامل. هذه صحني هذه باركو هكذاك واخا. تكلم لينا السي مصطفى كيفاش كتزرع؟ كنزرعو وكنديرو غير بالتراب، التراب عادي ها هو. كديرو شي سماد؟ السماد كنديرو الغبار. شنو سميتو؟ الغبار. الغبار الغبار ديال البهائم. الغبار ديال البهائم كتجمعوه هو اللي كتسمدوا به التربه، وكنديرو كنهز التراب اللي مزيان ديال الفلاحه ها هو. ما شاء الله المحل تبارك الله ما شاء الله. دابا ندوز لكم نوريكم الفخار. ايه التراب باش كنغرس. تبارك الله. التراب ديال الفلاحه الناس. ماشي هذاك ديال الخلا ولا ماشي هذاك ديال الخلا اللي معظم الناس كيوقعوا في هذا الخطا. كيمشيو يجيبوا ديال الخلا وكيقول لك علاش النباتات ما كتصدقش لينا. لان ديال الخلا حار خصو الخدمه عاوتاني باش ترطبوا. كداك. هذا النجا كنجيبوا في الشلال رطب. تبارك الله عليك. كدير كتغرس. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك السي مصطفى. اللوايات راه هما اللي كيزينوا الحيوطه تاع الديور من المنظر الخارجي تاع الديور. نعم الورد، الورد الرومي، الورد الرومي. هذه هذه اللوايه فوكابيلير فيه اللوان ديالو كيكون فيه الابيض والحمار والصفار والزرقاء جميع شي خمسة الالوان ستة الالوان تبارك الله. هذه كدير هذه الثاني اللوايه كد عندها اللون الاصفر، كدير اللون الصفر هذه البقية كدير بحال. وهذا الياسمين، نشوف هذه الياسمينة سميتها اللوايه الياسمينة، كدير حتى هي ورد صفر مزيان تبارك الله. عرفتي كتعطي واحد المنظر خاطئ سيغتو الفيلات اللي عنده هكا التواسع، التواسع كتبغي التواسع. الوردة ديال هذيك ها هي الوردة ديالها كديرها بالطف وكتعمرها بالورد. تبارك الله. هنا بعدا انا كنحماق على النباتات ما عاودش لي. هذا الديكور كيقول لها هذه سيدة سيدة سيدة. هذه كتعيش في الظل ولا في الشمس؟ لا الشمس، هذه شمس الشمس. كاين لوكاريا، هاد الشجره كانت عندي. هذه لوكاريا كتعيش في الظل وكتعيش في الشمس. كانت عندي كنت حاطاها في السطح. لوكاريا. ولكن انا ما خدمتش بالتراب اللي قلتي انت، خدمت بالتراب ديال الخلا وماتت لي في غضون سيموا. بصح هذه تسمى لوكاريا ديال الديكور خطيره فنه كتعطي واحد المنظر زوين. الليمون 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 كاين عندنا ديال البركان وكاين ديال اكادير. كاين ديال اكادير شكون اللي احسن؟ كلشي مزيانين. لافيل ديال البركان مزيان. اييه. ومندارين ديال البركان سون بيبا بلا عظم. بلا عظم. ديال البركان. تبارك الله. كل مزيان. وعندنا عاوتاني الكرموس، الكرمة. اييه. الكرمة كان عندنا فيه البيضة، كاينة الكحلة. عندي الكحلة كدير كدير الباكور. اييه. كل فيه الباكور هو اللي دابا عندنا. بدا فيه البكور دابا. اييه. وكتولي عاوتاني تعطيك كرموسات. تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. فيه سميتو عاوتاني الكرمة ديال عين الحجلة. هاكا. عين الحجلة. كاين بزاف ديال الأنواع. فيه عطانا في سميتو. وكاين عاوتاني سميتو وغادي ديال الديكور شجرة الصفصاف.
شجرة الصفصاف هي عرفتها. هذه الصفصاف طويلة طويلة أيه. ومازال غدير العروش ديالها. مازال غدير العروج. هنا حنا دابا غير على غير الفاز غير النخلة هنايا دابا هي النخلة حيت عندكم النقلات كلشي النخلات هادو وهذه ديال البرقوق. برقوق احمر كان البرقوق احمر وكان صفر اييه البرقوق والرمان وريني ديال الرمان وهي اللي جات لحد اييه جات لحد شتها ها الرمان ها القرقع تبارك الله ها اللوز اللوز هو الدخل والخوخ الشهدية جميع الأنواع الديسير تبارك الله عليك من الفوكا وكاين المشمش كاين المشمش الرومي وكاين كل بلدي وهذا أو ثاني واحد النوار كيقولوا ليه مسك الليل مسك الليل علاش سميتو مسك الليل كيعطي الريحة بالليل كيعطي الريحة بالليل أيه هو من قدرة الله من المغرب كيعطيك النوار سبحان الله كتولي الدار بحال درتي فيه لا شعل مسك الليل المهم سبحان الله بحال مبخر الدار أيه وهذا كيعيش في الظل ولا في لا الشمس الشمس الوغ كيبغي الجرده ولا السطح الجرده ولا السطح ولا السطح فوالا عاود ثاني كتطلع الشمس يجمع النوار ديالو تبارك الله خطير هذا راه خصني ناخذو من عندك هذا ضروري وريني هذه شنو هي هذا عاود ثاني مكور واني هو ديكور المكور ما كيفرش هو كيعطي غير الديكور زوين وفعلا كيشبه ليه اييه مكور تقول احنا مكور زوين هو لي شو المكور هو لي شو وي فوالا هاد الورد هذا ما شاء الله ما شاء الله ثاني تبارك الله نوار الشمس نوار الشمس نوار الشمس ديال الشمس كامل عليه فوالا تبارك الله عليك فعلا هاد النباتات كتعطي منظر خلاب كيجذب الناس وكتساهم في بيئه نقيه هادشي فعلا كيحمق عندي لك سؤال اخر السي مصطفى كيفاش كتحافظ على هاد النباتات باش تبقى عايشه مده طويله من غير ما يتغير اللون ديالها وحتى النمو ما كيتاثرش هادي مده الصراحه وانا كندوز من حدا المحل ديالكم كنلاحظ بان النباتات كتكبر وكيبقى اللون ديالها محافظ ما كيتغيرش واخا هما مغروسين في سطيلات انا هذا هو السؤال اللي محيرني ممكن توضح لينا سيدي هذه النقطه اي مرحبا الشيء اللي كندير مهم كل صباح كنرشو اييه عندي غير رشان كترشو باش كتعمروش بالماء غير رشان غير رشان وعاوتاني الا كانت بحال داك الريح العجاجه ولا داك الصوت كندوريه واحد البلاستيكه الميكا باش تحافظ عليه على داك على الغبره الغبره كتاثر عليه لا ديك الريح الريح ما كي كذا الا مجهد الا مجهد هذيك اللي دازت هاد الايامات قلت لي انا كاع على مكه وكندير لها اسمده الاسمده هو الغبار ديال هو الغبار ديال البهيم اللي وريتينا قبيله شويه د الرشان ما تكثروش عاود ثاني وحنايا شنو كنديروا في ديورنا حنا راه نيت كنخويو الماء على اساس لخوينا الماء غنحافظوا عليه مزيان هاد المعلومه يستافدوا منها الناس كندير مرة مرة كنشوف شويه الغبار هكذا انا كذا كدير لها غير شويه باش تحيا الارض التين ديالها يتحيا تبارك الله عليك ما تكثروش لان التين الغبار اذا كثر غيقتل الحاجه لان هو حار هو حار فوالا شنو كنرشو الصباح والعشيه هذا الشيء اللي كندير تبارك الله عليك ورينا السي مصطفى الاشجار اعطينا غير شي نبذه عليها وما تبارك الله ما شاء الله عندك كثير هاد الشجره هي اللي كانت عندي انا صح انا هادي سيسيسه المهم كتعيش في الظل وكتعيش في الشمس هادي نشوفها سيسيسه فوالا تبارك الله ما شاء الله وكاين هادي الثاني وتقول لها النخله واشنطنيا النخله ما كتكبرش هادي كتكبر هو ما في المدور طالعين شي متر ها هما تبارك الله كبار حيت كاينين دوك النخالي اللي هادو كتطلع هادي فعلا شحال كيوصل الطول ديالها؟ كتطلع حتى 20 متر تبارك الله ما شاء الله الدار البيضاء فاسميتو دوك لي طوال ايه هما هادو سالين واصلة تقول لها واشنطن واشنطن
ما شاء الله هذه كبرات عندك. أيوة. عرفتي لك كان عقل كنت كندوز من حدا كانت صغيره. أيوة. وراه هذا دليل على ان السي مصطفى كيتهلا وحاجته مضمونه. أيوة. يعني اللي تقدم من عنده يعرف شنو غيدي. النخله ديال الظل دار لي فاز. الله هذه كتعيش في الفاز في الظل. في الظل هذه. في الظل هذه. الو غادي كتغطيها فاش كتكون نيت. اي كتغطيها في الفاز وهذه هي كتعطيوها دابا الشمس كتعيش فيه. ويعني زعما الظل تعيش فيه عاوتاني أكثر. سمحوا لينا المشاهدين على الصداع ديال الطوموبيلات راه ما عندنا ما نديرو. حنا راه جينا حيت المحل ديالو جا على الشارع. سمحوا لينا وخلاص. النقلة ديال الهندية. هذه ها هي هذه الهنديه. شو الشوك؟ الشوك ديالو فيه لي ديكور ديالو غادي نوريكم من بعد كيف في الداخل. تبارك الله. وهذا كيقول الديكور فو بنان. هذا ديال الديكور. ديكور سميتو فو بنان. فو بنان. فو البنان. وهذا سي مصطفى زعما موسوعه. تفلا هذه التفلا الروميه. تفلا الروميه. تفلا الروميه. وهذه تفلا بلديه. هذه بلديه. تفلا بلديه. تفلا بلديه. شنو الفرق بيناتهم؟ الرومي كيدير بزاف النوار هو. كيدير الرومي كيدير النوار عكس البلدي. البلدي موسمي. كداك. موسمي هو. تبارك الله. نشوفوا اخر شجره معنا. شجره كاينه عندنا عاوتاني ديال شجره تيقوليها بزار. بزار؟ البزار. علاش سميتها البزار؟ سميتها بزار غير النافع. غير النافع. غير الديكور. غير الديكور. ماشي ديال العطريه. ماشي ديال العطريه لا. وكاين هذه كيقول حتى ما شاء الله. كيعطيوها في الديكور كتقص وكبعد داخل كدير في الجنب ديال الجرده. كدير بها الديكور ديالها. كاين عاوتاني هادي. شنو هي هادي؟ الصوف تاع هادي. هادي كذا. وهذا عاوتاني ديال الديكور. هادي كتكون جنب الطريق. هادي كتكون جنب الطريق. هادي ما كتفرز حتى شي ورود ما حتى شي حاجه. هادي الوراق ديالها كيشبهوا ديال الليمون. اييه. ايه شبه الليمون. غير هادو قصارو ديال الليمون طوال. طوال. وفي عاوتاني واحد كيقولوا كيقولوا وقت عاوتاني اللي مشبوها بحال الليمون. ها هي. هذا عاوتاني المنظر ديالها. تبارك الله. الاسم هادي واش كواتشو. كواتشو. كواتشو بحال كتولي بحال البلاستيك. تبارك نشوف. كتولي بحال الميكا. هادي ملي طلعت كبيرة كتبغي هكذا. صح. بحال فيها الضوء. ما شاء الله ما شاء الله. هذا واحد النوع من الصبار ديال الديكور. الأنواع ديال الصبار. هذا من أنواع الصبار. هذا ديكور. ديكور ديال الفاز. تبارك الله. في واحد الشوك صغير رقيق. هما فين الشوك هذا؟ فين الشوك؟ نوريهم نشوف. تسمى الصبار بحال هذا. ها هما عاوتاني الصبارات هذو الانواع ديال الصبار عندك. ماشي مشكل. ها واحد حط ستايلات تحت. ستايلات عاوتاني درت. تبارك الله بلاتي نوريهم. اييه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تبارك الله تبارك الله. اللهم يزيد ويبارك. هذا عاوتاني كيعطي النوار. هذا النوار كيديوها العيالات بزاف. وياه وياه تبارك الله عليك. كنقولوا ودن الفيل. تبارك الله. ودن الفيل.